بلك يا سمرة لو ما قمتيش معايا دلوقتي انا راح نفوتك ونمشي ومش هتشوفي وشي تاني ابدا. طب ده شهاب وهارون نزلوا جابوا لنا شويه بولت وبوري، انما ايه يستاهلوا بقك. بالهنا والشفا يا لوزه، انا مش جعانه. مالك يا سمرة؟ بيك ايه يا حبيبتي؟ بحبحي معايا؟ داني لوزه، لوزه بنت عمتك وصاحبتك اللي عمرك ما خبيتي عنها حاجه ابدا. انا كادي انت معبيه قوي يا سمرة. طب بس يا حبيبتي بس، بحبحي معايا يا سمرة؟ داني لوزه اللي عمرك ما خبيتي عنها الهوى الطاير، ده انت طول عمرك تقري عندي على كل حاجه بتعمليها. صحيح بنشبكوا في بعض ونتعاركوا، انما دايما تقري على كل حاجه. مالك يا حبيبتي؟ ايه اللي جرالك بس في بلاد الغربه يا سمرة؟ بس يا حبيبتي بس، بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بس يا حبيبتي انت مستحيل يا لوزه تصوري اللي جرالك. طب بس يا حبيبتي بس، بلاش تتكلمي دلوقتي بلاش، ها لما تروقي كده فضفضيلي على كل حاجه. انا عارفه انك لو خبيتي عن الدنيا كلها ما بتخبيش عن لوزه حاجه. صدقيني يا لوزه. ايوه لو ما كنتش نصدقك انت هنصدق مين يا هبله انت؟ يلا يا حبيبتي يلا قومي دلوقتي كل لقمه تقوتي بيها، وبعدين نقعدوا مع بعض ونتحدثوا سوا. يلا يا حبيبتي. انا لو اعرف ان الجميل هيسمع كلام نكدي يا نكدي كنت جبتها لك من زمان. انا برضه نكدي يا ابني يما. قول يا دنايا قول. ايوه قول يا دنايا قول. احسن انت اللي ما بتاكليش، هي ما بتاكلش. ما ضربتيش احسن ياكل معانا ليه؟ ما نيابه طلبته وقال لي هنتاخر شويه في المعموريه، اعمل له ايه يعني؟ سما بيجيش على السما، بيجي على كلام الكفته بس. عشان اكل وانا ناكل. ها؟ تنامونا يا تنزل الدكان بعد العصر يا اما؟ ايوه يا حبيبي. تسال ليه؟ لا اصلي بدي نقعد معاكي كده بكلمتين كده بالليل، يبقى نقعد نتكلموا مع بعض. بقول لك ايه يا اما؟ انا الليله دي حبات مع سمرة، انا قلت الاحسان. وانا الليله عايزاك انت وهارون في مساله كده. معلش يا ماما، هارون بس اللي هيجي معاكي، عشان انا معزوم على فرح واحده زميلتي. عباس بيه الشحات ساكن عندني. يا عم لا بيه ولا تيه، احنا ناس على باب الله. ايوه بس ربنا فتح لكم ابواب كنوز الارض. نحمده ونشكر فضله، بس احنا مالناش بيهم صالح. انا ما صدقتش لما عبد السلام بيه اتصل بيا. ودلوقتي عرفت ليه قنديل لعب اللعبه دي. حلو، ويا بخت ما نفع واستنفع، المهم عندي ندفعه ضرايب. انت بس اعملي اللي عليكي واني سداد، المصنع واقف من رصيف على مخازنك عيدي، والارضيه عليا انا كمان، المهم عندي ندفعوا الضرايب. ايوه ضروري، وبعدها هيحلها الف حلال. ده غير المكسب بقى. ندفعوا الضرايب ونفضوا عباس ويحصل اللي يحصل بعد كده. ان شاء الله خير، المهم بس انك تحمي نفسك كويس. محدش له عندي حاجه، وأعلى مفخلهم يركبوه. We'll be right back.
سفر العريس والجري للمتعيس. ومتعيس ليه يا دينا؟ ما عقبالك انت كمان. مالك يا يمكن الدوشه اللي جوه تعبتك؟ انا كمان وداني وجعتني وصدعت، السماعات كانت عاليه جدا. صحيح يا شهاب عبالي؟ ايه؟ بجد بتتمنى لي اني اتجوز؟ دينا انت عارفه ان انا بتمنى لك سعاده من كل قلبي. انا سعادتي اني اكون جنبك. دينا انا مش عارف ارد عليك المره دي اقول لك ايه. في ايه؟ كل مره كنت احاول ابعد عنك واصدك لاني كنت عارف ظروفي، انما دلوقتي مش عارف اتقدمك ولا لا. ايه بتقول ايه؟ دينا اسمعيني كويس. دينا انا الحب عندي طاهر مقدس، مشروع في حدود اكتماله بالجواز. انا ممكن اكون بحبك، بس لا يمكن اقول للانسان ان انا بحبها اني بحبها غير لما اكون متاكد اني هتجوزها. وده لان الحب عندي مسؤوليه لازم يتبعها قرار جاد، وانا دلوقتي ما اعرفش الظروف الماديه ممكن تبقى عامله ازاي. يعني ايه يا شهاب؟ انا مش فاهم حاجه. دينا انا عايز اتكلم معاك بصراحه. احنا من سنه واحده بس كنا كلنا تعبانين بشكل واضح، فجاه بقت امي عندها مشاريع، اختي اتجوزت وجهزت احسن جهاز، احسن الادوات الكهربائيه جات لها، ابويا عمل عمليه في القسم الخاص في المستشفى ودفعها بشيء فلان، البقاله اللي ما كانش فيها قشايه بقت سوبر ماركت كبير جدا، امي جابت لي شقه من البصل. يا شهاب اشتريت شقه؟ يعني اوضتين وصاله على قد عيالك. دي اخبار هايله. هي امال مالك قلقان من ايه؟ قلقان يا دينا قلقان، مش عارف ايه سبب التغير الواضح اللي حصل دوت لي انا وامي واخواتي. انا ما يهمنيش كل ده، انا كل اللي يهمني انك فكرت بجد انك تتقدم لي. يعني انا راجل دلوقتي معايا بكالوريوس وعياده. خلاص مش مطلوب منك اي حاجه تاني. ازاي يا دينا؟ والمهر والشبكه والشقه اللي هنتجوز فيها؟ قصدك مركز اسنان؟ مش فاهم قصدك ايه. في راجل من رجال الاعمال صحاب فافي اتبرعلي بحتة أرض في محرم بيه، وعايز يعمل عليها مركز شقة الأسنان. شوف يا دينا، أنا لازم أقولك حاجة عشان أبقى خلصت ضميري منك. أنا هاجي أنا ووالدتي عشان نتقدم من قبل باباك ومامتك. صحيح يا شاب؟ أنت بتتكلم بجد؟ وهي الحاجات دي فيها هزار؟ أما بقى إذا رفضوني يبقى ده قرار منهم، إنما أنا لازم أقدم نفسي. ولما وصلت هناك ما لقيتش هم وابوه زي ما قال ان هم هيكونوا في استقبالنا، وقال ان هم مسافرين. بعدها بيومين قال لي يا سمر انا عايزك تنزلي معايا الشغل وتساعديني. فرحت، قلت هبقى جنب جوزي طول الوقت. اتاري الشغل ده كان كازينو ليل كباريه يعني. يا لهوي! وكل الستات اللي بيشتغلوا فيه كان متجوزهم قبلي. يعني طبعا ما عرفتش الكلام ده من اولها، انما بعد شويه بقى يطلب مني طلبات غريبه. اني عازم شله من اصحابي وعايزك تجامليهم اهو بقى. كان جو غريب عليا، ولما كنت برفض له طلب كان بيضربني بالحزام. يا لهوي يا لهوي، ضربه على قلبه اللي ما يوعى قادر يا كريم. وشي بهدله وطرد من البيت في نصاص الليالي، لحد ما في يوم خدتني واحدة من اللي بيشتغلوا معاه في الكباريه وهربتني عندها في البيت وقطعت لي تذكرة الطيارة ورجعتني على مصر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكنت ساكتة على كل ده يا سمرة؟ كنت عاوزاني نقول إيه؟ هو كان حد جابهولي عشان نتجوزه؟ مش انا اللي جبته لاهلي وقلت لهم جوزوني دوت؟ لا يا حبيبتي، لا ده كان جواز على سنه الله ورسوله. امال ايه يعني؟ لا عملت معاه حاجه في الحرام والعياذ بالله، ولا انت هربت معاه واتجوزتيه من ورا اهلك؟ يبقى كان لازما يا سمره ومن كل بد انك تقول الخالي على كل اللي جرى ده. لا يا روزه لا، مفيش داعي
ان حد يعرف باللي حصل ده من اساسه. ازاي بس يا بنت الناس، ازاي افهمها دي ازاي؟ وايه الفايده؟ عكر دم ابويا ولا خلص على امي ولا شعللي حريقه في قلب زهره؟ الكلام دوت لو كانوا يقدروا يقتلوه. يعني هتفضلي ساكته كده هو ولا ايه يعني؟ معاني الغلطانه. غلطانه؟ ايوه، انا اللي بهرتني الشقه وزغللت عيني العربيه وعمتني الفلوس. انا اللي ما كنتش بنفكر في حاجه غير الفلوس وبس. مش مهم العريس شكله ازاي ولا اخلاقه عامله ازاي ولا طباعه، المهم انه غني ومعاه فلوس وبس. انا ما كنتش بنفكر غير في الفلوس وبس. انا اللي كنت نفسي الفلوس تعمل لي بني ادمه. انا اللي كنت بنقهر امي عشان نخرج ونتصارع ونتفسح. انا اللي كنت بنعاير ابويا في فقر وقله حيلته. انا اللي عيني ما كانتش لها الا تراب. واللي حصل ده كان عقاب من ربنا، ولي لازم انا اشوف العقاب دوت. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. وانا اللي لازم ندفع الثمن لوحدي من غير ما نقهر ابويا ولا نحسر امي. طب وبعدين يا سمره؟ وبعدين يا حبيبتي؟ هتفضلي كده اهو؟ لا منك متجوزه ولا منك متطلقه؟ ما هو اكيد هيرجع مصر ولا حتى زياره. طب فرضنا المنيل على عينه ده ما رجعش مصر، يبقى ايه الحال؟ اكيد الست اللي عربتني زمان حكيت له على اللي حصل. فرضنا برضو انها ما قالتلوش. حتى لو ما عرفش ان انا رجعت مصر انا مش هسال فيه. طب وبعدين؟ انا هرجع اكمل دراستي في الكليه، هكمل تعليمي واشوف مستقبلي. عين العقل يا سمر، عين العقل يا حبيبتي، بس برضو وبعدين؟ وبعدين دي سيبيها على ربنا سبحانه وتعالى، ما بينساش مخلوق ابدا. ونعم بالله ونعم بالله. ربنا يا حبيبتي يفك ازمتك دي ويرزقك باللي احسن منه. قادر يا كريم؟ لا احسن ولا وحش، انا ما بفكرش في المساله دي نهائي. انا المهم عندي دلوقتي اني اخلص دراستي واخد شهادتي واشتغل. ربنا يوفقك يا سمر. المهم يا لوزه دلوقتي انا مش عايزاك تجيبي السيره باللي حكيتهولك لاي حد. نكدي يا نكدي. طب فرضنا انهم اتكوا عليا وسالوني، برضه ما تقوليش حاجه وتصرفي معاهم بكلمتين. كلمتين؟ ما تقوليش حاجه لحد ماني ما نقولك. قولي كل حاجه لاني ساعتها بقى اكيد محتاجالك. وانا عينيا ليك يا سمر، عينيا ليك يا حبيبتي، عينيا ليك. ايه ده؟ انت لسه صاحيه يا حبيبتي؟ ما كانش ممكن انام قبل ما اتكلم معاك في موضوع مهم قوي. اذا كان على موضوع المركز فانا الموضوع بخصوص شاب عايز يتقدم لي. الشاب ده تعرفيه كويس؟ كان زميلي في الكليه ونجح بتفوق. اسمه ايه؟ شهاب عباس. امكانياته تسمح له بالجواز؟ بابا جايب له عياده. يعني يقدر يجيب شبكه ومهر وحاجات زي كده؟ افتكر ان الحاجات دي ممكن تتكلموا فيها معايا ماما. يعني انت عايزانا نقابله الاول وبعدين نقول راينا؟ بالظبط كده، انا متاكده ان اخلاقه هتعجبكم قوي. الاخلاق مش كل حاجه في الجواز يا حبيبتي. وانا محتاجه ايه بس العريس ممكن يجيبهولي؟ قصدك ايه يا دينا؟ قصدي ان حضرتك دايما بتقول انا مامن لك بكره. ايه؟ يعني ايه؟ هو ناوي يتقدم لك بالمايو؟ ما حلتوش حاجه خالص؟ لا انا ما قلتش كده يا مامي، انا قلت قابلوه واتكلموا معاه وبعد كده لما نتكلم في مساله الفلوس دي. وانا ما عنديش مانع، بس اديني اسبوع لحد ما اخلص شغلي، بعدين انا بنفسي يا ستي هحدد ميعاد يجي هو ووالده ووالدته ويشرفونا. ميرسي، احلى بابي في الدنيا. تصبح على خير. حضرتك من اهل. تصبح على خير يا هوا. وحضرتك من اهل. ازاي هعيش العمر وانت مش معايا؟ صعبا علي. مبروك يا هارون، الف الف مبروك. الله يبارك فيك يا استاذ، البركه في ربنا وفي حضرتك. اعمل حسابك تنزل معايا مصر بكره علشان الطبع والدعايه. تحت امرك قوي باذن الله. وعلى فكره خطيبي اللي هيعمل لك الدعايه بنفسه. خطيبك؟ خطيبي
عنده أكبر شركة دعاية في القاهرة كلها. ربنا يوفقكم. ويوفقك يا هارون، أنت تستاهل كل خير. يلا يا جماعة يلا عشان ألحق أوصلكم. يلا. وأنت بقى جاي تصحيني من النوم عشان تسألني إذا كان معانا فلوس ولا لأ؟ معلش يا ست الكل، بس أنا بصراحة مش هقدر أستنى لحد بكرة الصبح. إيه اللي قلقك يا دنايا؟ كتير يا ماما، حاجات كتير قوي لازم تجاوبيني عليها بكل صراحة. ماشي، راح بقى اعمل لنا كوبايتين شاي على ما تدس وشي بشوية مية ونرد على كل اللي انت عايزه. وقالك شركيني أنا بالدكانة وهو بالفلوس، ويروح ويجي ويمضيني، ويروح ويجي ويديني، وننزلوا نشتروا من خيرات الله اشي فوري واشي بالقسط. وزي ما انت شايف كده الدكانة بقت اخر طلاقة، لوز مقشر. وراس المال ده بقى من عنده هو؟ هو بيقاسمني في المكسب، انا الربع وهو الربع. ما كنتش اعرف انه بيشتغل في الملايين ويقول الوفات. ملايين يا ماما؟ ما الواد احسان هو اللي كشفه. كشفه ازاي بقى؟ اهو ازاي ديت بقى بعدين. المهم احنا ممكن نسدد الضرايب وزيادة كمان. طب وحكايه ان ابويا يفضل بعيد دي؟ ما انا خايفه المخفي دون لما الحبل يضيق حوالين رقبته ويقول جاي ما يلاقيش غير ابوك ويروح له. ابويا انا؟ يو يا شهاب، مش الاوراق باسمه يا ابني. انا عايز اعرف، طب موضوع الضرايب ده هتعمله فيه ايه؟ هتقدروا تدفعوا ملايين للضرايب؟ بعون الله هنقدر ندفعها ويفيد كمان. عفارم عليك يا ماما، تصدقي بالله؟ لا اله الا الله. انت ست بس بستين راجل. خلاص يا حبيبي قلبك اطمن وهديت. الحمد لله. بس يعني ايه؟ بس ايه تاني؟ اصل يعني يا ماما بتكلم يا ولدي، ما تكسفش. انا مش مكسوف. ايه؟ كل شيء ما معكش فلوس بختش تقولي. مش حكايه مكسوف يا ماما، انا بقول يعني ما دام القش بقت معدن وخير ربنا كتير والحمد لله. يعني بقى اتقدم لدينا. والنبي وماله يا حبيبي، ده يوم المنى. ايوه يا ماما، بس يعني اصل دينا دي اهلها ناس كبار قوي في البلد. افتح صدرك وخش عليهم بقلب جامد. انت بتتكلمي بجد؟ الا بتكلم بجد، اسم الله. طب والمرسي ابو العباس لنجيبوا لك شقه في محطه الرمل، وندفعوا لك المهر، ونشتروا لك شبكه، ونعملوا لك فرح ما حصلش. ماما انا مش مصدق وداني، انا الدنيا مش سايعاني يا ماما. بس انت اصطبر عليا كده جمعتين ثلاثه، واني هنروحوا معاك نخطبوها لك. تصبح على خير. ايه ده يا هارون؟ انت مش جالك نوم ولا ايه؟ يعني ليه كده مالك؟ لا مفيش. عيبك انه بيبان عليك. ليه هو اللي هيبان عليا؟ الزعل، شكلك متضايق. لا هايك بس سفريه بكره ديت. سفريه بكره؟ يا عم انت بعد سفريه بكره هتبقى نجم كبير. وحتى لو طلت السما بايديا، ايه اللي هيفرق يا اخويا؟ قصدك ايه يعني؟ نجم كبير، نجم على قده، حتى لو صيد في موالد. وبعدين اخوي؟ وبعدين يا عم هتعيش حياتك. تاني حياه بقى، حياه الوحده ولا حياه الشقه؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا عم؟ بكره تلاقي بنت الحلال اللي تتجوزها. بنقول لك ايه، انا مش فايق لك وعايز انام. وتصبح على خير بقى. انت من اهله.
ماشي عمر، حاجه ثانيه؟ لا ماشي، اتفضل اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قول لي مصطفى بيه فين؟ موجود يا فندم هناك اهو. شكرا. اهلا 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 اهلا. مصطفى بيه؟ احمده. الحمد لله. في حاجه غريبه كده حصلت لي تحت على الرصيف. خير خير كفاله الشر. احنا كان لينا لوت جه امبارح بالليل، جيت النهارده عشان استلمه ونشاون. المامور قال لي لا هتستلم ولا تشاون. حاولت اتفاهم معاه، سابني ومشي. هو عند مين؟ عند الاستاذ حسين عثمان. ايوه مين؟ ايوه مرسي، اديني الاستاذ حسين. ايوه حسين، في عندي هنا قديم بيه عمران وكان جالك عشان ايوه. طب هو مسجل عندك التاريخ والساعه؟ مسجل عندك التاريخ والساعه؟ ايوه. ماشي يا حسين، ماشي. متشكرين. انا اسف يا انديل بيه، اللي عمل لحضرتك توكيل بالاستلام الغاه رسميا في الشهر العقاري واخطر مصلحه الجمارك بالالغاء، وكمان بعت لك اعلان بالالغاء عن مصلحه هنا لعدم الاستدلال على عنوانك، وكمان اخطر المصلحه بمسؤوليتها عن اللوت. يعني ايه؟ يعني احنا ممنوعين من تسليمك اللوت، وصاحبها هو اللي هيستلمها بنفسه، والتوكيل اللي معاك اتلغى. عملتيها بدارة. انا لسه جاي من مينا وعينت اللوت بنفسي، في بضاعة كتيرة مش هتلزمني، انما انا كلمت كام واحد من رجال الاعمال صحابي هم اللي هيشتروا الباقي. انا ماليش صالح بيهم يا بيه، انا كل همي ندفع حق الحكومة. طب والباقي؟ هندفعوه برضه والامر لله. انت ما بتفكريش في حاجه معينه؟ والله سياده النائب العام هو اللي هيقرر كل حاجه، انما انا لا ننكن يدخلوا قرش حرام على العيال. كده تبقى انت ست صح. على فين يا سعاده البيت؟ لا انا ورايا كم مشوار، بالليل هعدي عليك عشان نروح مكتب الاستاذ عبد السلام. ها السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. خدي بالك من نفسك وخدي بالك من دكانك. سبع على الله يا رب. السلام عليكم. مع السلامه. علاقه هناك. علاقه هناك. السلام عليكم. عليكم السلام. في جواب جاي لنا طول عم طول في البيت ما لقيتوش، في جواب عجبك. شكرا يا اخويا. ده جواب من بلد بره. الموظفين ولا نسي الموبايل في العربية؟ مش عارفة انت شاغل نفسك بالموضوع ده ليه؟ نفسك تموها يبقى نسكت. يا ريت تسيبك من الموضوع ده وتخلينا في المهم. قصدك يعني حكاية تصفيه مكتبك؟ موضوع تصفيه مكتبي ده خلاص انا خلصت مني. انت عارف ان احمد ابن عمتي قرر يشتريه مني وهو هيطلب نفسه بيع الارض. المهم موضوع دينا. موضوع الولد اللي كلمتنا عنه. هو في موضوع غيره يا سليم؟ انت ايه رايك؟ رايي فيه؟ أنا أعرف عنه حاجة ولا عن عيلته حاجة، دي يا دوبك قالت كلمتين وقالت لما يجوا يسألوها. كده يبقى في احتمالين مالهمش تالت. إيه هما؟ يا إما الولد فعلا يستاهل إن إحنا نقابله وعنده المقدرة المالية إن نقدم لدينا وقلب جامد. يا إما بقى بنتك بتحبه. في الحالة دي يبقى كلامنا في الآخر هيبقى تحصيل حاصل. وفرض بنتك بتحبه فعلا وهو دافع أرقامك. قصدك إيه؟ قصدي يكون شاب من بتوع اليومين دول.
عنده شهاده وما عندوش امكانيات يفتح بيت، فبيحلي البنت تحبه عشان تفرضه على اهلها. لا فيفي، لا، بنتك مش هبله. دينا بتفكر بعقلها قبل عاطفه. دينا بتفكر بعقلها؟ لو كانت بتفكر بعقلها كانت وافقت على ابن البسونه. ده اكبر دليل على انها بتفكر بعقلها. ازاي يعني؟ بار البسوني ده انسان تافه، ابن ابوه. ابوه كان كل همه انه يحقق فيه اللي ما قدرش يحققه لنفسه. يعني باهر كان مجرد اله في ايد البسيوني. تعرفك انا كنت حضر حاسب نفسي العمر كله لو كانت الجوازه بتتمت. وبعدين الواد ده كان دم ولطش. لو كانت قربت له اكتر واديته فرصه كان ممكن. لا لا لا، مش ده الصنف اللي يعجب دينا. دينا عايزه انسان قوي، انسان عنده مبادئ ويقدر يعتمد على نفسه. يبقى دينا هتقدم لنا واحد ما حلتوش غير المبادئ. تفتكري برضه دينا محتاجه فلوس يا فيفي؟ ليه؟ هو المفروض الستات اللي تصرف على الرجاله اليومين دول يا سليم؟ ده انا مش قصدي ابدا كده. انا قصدي انها تعيش مع انسان هي مقتنعه بيه وبتحبه، وتقدر بمنتهى البساطه بامكانياته تعيش سعيده. وافرض هي مش فاهمه صح؟ على العموم هي قالت انه متخرج من كليه تفوق. افهم من كده انك موافق؟ موافق قبله. موافق اديله فرصه عشان يجي ويتقدم لنا ونقدر نتناقش معاه ونعرف كل اموره بالتفصيل. يبقى لازم تقعد معاها وتسالها عنه كويس قوي قبل ما تقابله. هيحصل هيحصل يا فيفي. بس الاول اخلص من موضوع تصفيه اعمالي ده وبعدين اقولها. يعني اتصفيت وخلاص؟ يعني قعد يسالني على ابويا بشويه نعوميه كده وانا رديت عليه، وبعدين قمت مدخله طبق محشي قد كده حلوه قوي كده لام احسان، ما هو واجب برضه نراعيها ياما. قال لها ايه اخبار البت سمرا؟ بسكوتشي على البت سمرا واللي نكهه. لهوي مالها ياما كفل الشر؟ مش البت المفضوحه اللي كنت فاكره انها راح تتستر وتستر على الراجل تروح تفضحه في الغربه المفضوحه ديت؟ لهوي وهو باحت جواب من زوجها لابوها ومعاه ورقه الطلاق. لا ياما لا ياما، سمره مظلومه ومظلومه بالقوي كمان. مظلومه؟ اه مظلومه، امال ايه؟ ده هو اللي ربنا ينتقم منه حسبي الله ونعم الوكيل فيه. وانت مش عارفه كمان؟ مش عرفنا. ايه ياما ده هي حكي لي على كل حاجه، امال ايه؟ امال خالي فين ياما دلوقتي؟ خد تاكسي وراح على سيدي بش. يا لهوي يبقى زمانه هيخلص على البيت؟ بيت يا لوزه لوزه. خير يا عماتي؟ في ايه؟ مالها لوزه ماشيه كده؟ هاني عارفه هي سابت شنطه الخضار وجريت من السربعه. طب انا هنروح نشوفها فيها ايه؟ مظلومه. هتقولي ايه بعد ما فضحتيني في وسط الخل؟ بعد ما خليتيهم يحطوا راسي سايبه في الطين؟ بعد ما خليتي البيس وما يسواش يشاور عليا ويقول اهو اهو الراجل الشايب العايب اللي ما عرفش يربي بنته؟ خليتيني مع يابا. لا يابا فاشل، ده انت سيد الرجاله. اه يا مجرمه يا مجرمه. يابا وحياه غلطتك عندي معاصر وحياه امي. اخرسي اوعي تجيبي سيره امك على لساني. امك اللي ياما صبرت عليكي اللي ولدتيها الويل من يوم ما اتولدتي دي ما شافتش حاجه مني كويسه، عمرها ما شافت حاجه كويسه. كل شويه تبكتي فيها تبكتي فيها لغايه لما ركبتيها المرض. ياما نبوس ايدك نحب على قدمك. اسمعني. اسمع ايه؟ اسمع ايه؟ ده انا ياما حنيت ضهري، شفت الويل في شغل ليل ونهار عشان اربيكي وخليكي خليكي سنت البنات ودخلك الجامعه، واخرتها تمد ايدك على خزنه عماكي. ما حصلش يابا، والخدمه الشريفه ما حصل ولا عمره هيحصل. بتكدب الراجل ان اواكي يا مجرمه. ده قبل ما يكتب عليكي جاب لك كل اللي انت عايزاه، كل اللي كنت بتحلمي بيه. ما لو تسمعني يابا انا راح اقول لك الحقيقه. حقيقه؟ حقيقه ايه يا حراميه؟ لا يابا انا ما مدتش ايدي ولا عمري حصل مني الكلام ده ولا شفت حمايه من اصله. اه طبعا ما قالوا الحرام يحلف. طالما مش مصدقني يابا هاني راح نوريك اللي حصل في جسمي. جسمك؟ ايوه يابا راح نوريك ضرب الكرابيك بالحزمه. سمرا وخالي فين؟ سمرا فين يا خالي؟ Oh, my God.
السلام عليكم. يا اهلا سقنديل افندي. اهلا بست المعلمه. يا اهلا بسيد المعلمين. تشرب ايه؟ انا مش جاي متضايق. ما حاول، لازم نضيفوك عشان نطروا على مراوحك. مراوحي 100 فل و20 ان شاء الله دايما يا رب. ضروري حكيماني بقى. ايوه على اللي زعلني. معاش ولا كان اللي زعلني. واجرك الله على اللي يغدر بيه. حقه ده اللي يخون العيش والملح يبقى. ولا بلاش. أنا ما نحبش اللف ولا الدوران. إيه كان لك حقه عندي خده. اللط، اللط اللي وصل المينا. شمعنا. حقي. ولي قلت غير كده. خلاص. كل حاجة ياخد اللي ليه. ماشي. إن كان لك حق عندي روح اشتكيني. البضاعة دي لازم ترجع لأصحابها. ماني أصحابك؟ هي مش باسمي. على الورق بس. هو أنت عندك غيره؟ بقول لك إيه؟ أنت هتاكليني الأوانطة؟ البادي أظلم. أنت فاكراها سايبة ولا إيه؟ عندك البحر روح اشرب منه. بطارية. نعمين يا ابن عمران. أوعي تكوني فاكراني هافة ولا أطربانش. أوعي تفتكرني لقمة بطارية يا ولد. ما أحب الشغل العافية ده. عافية وفتوانة وحنجرة واللكحول. الله الله الله. ما بلاش اللون ده معاك. امشي عاد اطلع برا يا ولد. يا نهيبة؟ آه. كده؟ يا نهيبة. كده؟ يا رجالة. لا مش دور. حجيك مع الدو امسكوه. فاكرة ايه؟ انا عن نفسي مش هسكت. واني عن نفسي كرسي في الكراب. غلط، اكبر غلط. الناس دي ما تجيش بالاسلوب ده ابدا. ايوه يا سليم باشا، كان لازم تجين هنا الاول قبل ما تروح وتلخبط الدنيا معاك. ما انا جيت اهو. بعدين منديل. ايوه باشا. روح قول للبدارة تيجي تقابلني هنا في المكتب. انا ما بنروحش لحد. ده الباشا الكبير اللي عاوزني يجيلي. ايه المفروض يعني ان الباشا يعني ما يتفرج لك؟ ايه يا جدعان؟ إيه؟ انت اترعشت ولا ايه من العلقة اللي خدتها؟ بنقول لك ما بنروحش لحد. لما اتكلم معاه ما تتحشرش. باشا باشا. اقول يمين اقول شمال مالكش دعوة. باشا باشا. يعني تخرس خالص فاهم؟ باشا باشا. قول لي القصة رزق عنوان الست. باشا باشا. خليك ماشي على طول. يا اهلا وسهلا. يا اهلا يا اهلا يا الف خطوة عزيزة يا سعادة الباشا. يا عز مدارك يا ست بدارة. ده ايه النور اللي هلل علينا دوت يا اولاد؟ متشكر قوي. اتفضل يا باشا اتفضل. لا ما يصحش. ازاي يا باشا دكانك ومطرحك؟ اتفضل. ده كان عشم يا برضو. يا الف خطوة عزيزة يا سعادة الباشا. متشكر قوي. تشرب ايه يا باشا؟ لا ملوش لزوم. ازاي يا باشا؟ لازم نعمله معاك واجب برضك. اي حاجة اي حاجة مش ده المهم. هو في اهم من ان احنا نضيفوك يا باشا؟ خلينا في المهم يا ستي. ماشي يا باشا ماشي. اني كلي تحت امرك. في الامر لله. شوفي بقى يا ست بدارة، بصراحة كده انت يرضيك كل اللي حصل ده؟ وهو حصل لي عدم المؤاخذة يا باشا. انديل يا ستي انديل ضحك علينا احنا الاثنين. تقصد ايه سعادتك باحنا الاثنين عدم المؤاخذة؟ انا وانت طبعا. احنا الاثنين ضحك علينا ازاي ولا انديل يا باشا؟ يعني فهمني ان كل حاجه ماشيه صح وما جابليش سيرتك خالص. ايوه نهاية. اول مره اسمع اسمك النهارده. ما هو الولد اول كان بيجيب راس المال منين؟ مني طبعا مش فلوسي. ايوه ما ده انت، ده انت يا باشا كل حاجه كنت بتكتبها باسمي. يا ستي صدقيني انا اول مره اسمع اسمك النهارده. الله، وما هو الولد اول كان ايه صالحه في الحكايات دي؟ كان بياخد حق الضرايب ويضربها في جيبه ويفهمنا انه بيسددها اول باول. وكان عايز يرميني اني وجوزي في البلوادي. بالظبط تمام كده. ماشي يا باشا. تاهت ولقيناها. ان كنت عايز البضاعه يلا شيل. ده كان عشمي برضه يا ست بدر. نتفقوا الاول يا باشا على السعر. سعر؟ سعر ايه؟ اللرجان. تمن ايه بالظبط؟ تمن البضاعه يا باشا.
طبعا. الله، لو انت عدم المؤاخذة مش جاي تشتري. اشتري يا ستي، دي بضاعتي فلوسي. كانت. نعم. كانت بضاعتك وبقت بضاعتي وباسمي وبالقانون. كلام ايه اللي بتقوليه ده؟ وبين البيع والشراء يفتح الله يا باشا. انا مالك يا حاجة مالك مش شاري. على مهلك، امال يا عسل عليا اني ما استحملش. اذا ما كانش عاجبك روح اشتكي للحكومة. انهي حكومة؟ ده مالي. فاهمة عن ايه مالي؟ خلاص. اعجبيني. خلاص. كاكي بقى من هنا للسنة الجاية. سخراني سهل ولا ايه؟ اسمع يا جدع انت، تكونش خالد عليا القصة الخايبة العدمانة الصدمانة ديت. بقى يا راجل، دقت عليك الدنيا، ما لقيتوش ابن عباس الغلبان وعايزين تدخلوه السجن. انا مستنيك في العربية يا باشا. خرجتك وجع بطنك. شوف يا ست بدر، انت فهماني غلط خالص. خلاص فهمك غلط. خلاص تيجي معايا الدراري وتقول لهم الحقيقة. قول لهم ان انت المستورد الحقيقي وخلص نفسك معاه ومشتري البضاعة. وافتح على نفسي طاقة من جهنم. طول ما انت ماشي عدل عمر جهنم ما هطولك ابدا. وانت لما تلافي فلوسي جهنم برضو مش هطولك. فشر اني ما ندخلش قرش حرام على بيتي. وما ناوي تعمل ايه؟ هتشوف يا باشا اني هعمل ايه.